قامت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في مختلف مصالح الشرطة القضائية بعملية مداهمة واسعه النطاق بقطاع اختصاص أمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء لغرض توقيف الأشخاص المبحوث عنهم في مختلف القضايا الجزائية. العملية مكنت من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 سنة في قضايا متفرقة، حيث بعد تنفيذ إذن بالتفتيش الصادر عن النيابة المختصة إقليمية لمسكن أحد المبحوث عنهم تم توقيف المشتبه فيه الأول مع حجز كمية من المؤثرات العقلية المقدرة ب 529 قرص مبلغ مالي بالعملة الوطنية مقدر ب 7500 دينار جزائري مع حجز أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس سكين من الحجم الكبير قارورة لذاذ مسيلة للدموع بالإضافة إلى توقيف المشتبه فيه الثاني عن قضية عرقلة تنفيذ سند قضائي وكذا المشتبه فيه الثالث محل أمر بالقبض. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم مشتبه فيهم أمام النيابة المختصة الإقليمية.